السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متشبعي قناة نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق أو لايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الانستغرام والصفحة الرسمية الخاصة بالقناة، ولا عندك شي تساؤل ولا أي استفسار وبغيتي تعرف شي جديد على فريق الرجاء العالمي، ما عليك إلا تدوز عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك ومرحبا بكل رجاوي ورجاوية، وهذو بثلاثة غتلقاهم لتحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. الرجاء جمهورها راسنا لها الرجاء جمهورها راس مالها. ونبداو اخوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركة الله. خصوصي من نادي الرجاء العالمي يوم الجمعة استعداداته تأهب لمواجهة جمعية النيجر من النيجر لحساب ذهب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا. وأجرى الفريق الأخضر آخر حصة تدريبية تحت إشراف المدرب التونسي مندر الكبير، وذلك على أرضية الملعب جنرال سيني كونشي الذي سيحتضن المقابلة. وكانت بعثة الرجاء قد شدت رحالها مساء أمس الخميس صوب النيجر لتصل في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة للعاصمة نيامي، وتجرى المباراة غدا السبت على أرضية ملعب جنرال سيني كونشي في العاصمة نيامي انطلاقا من الساعة 4:30 عصرا. وهشام أبو شروان لم يسافر مع الفريق إلى النيجر. المنصب الجديد لهشام أبو شروان كمسؤول على الفريق الأول لن يحشم عليه الجلوس بشكل دائم في دكة البدلاء بحكم أن مندر الكبير يتوفر على مساعديه. بوشا كلفه المدرب بالإشراف على تدريب اللاعبين الذين لم يرافقوا الفريق الأخضر إلى النيجر. أبو شروان سيكون دوره مهم داخل النادي باعتباره حلقة وصل بين الرئيس والجماهير والمدرب، خاصة أن جميع الأعضاء الطاقم التقني أجانب ولم يسبق لهم العمل بالمغرب سابقا. ولائحة الرجاء الرياضي المستدعات لمواجهة النيجيري النيجيري هي كالآتي: في حراسة المرمى أنس الزنيشي، مرباح غاية في الدفاع إسماعيل مقدم، مروان الهدهودي، جمال حركاس، بشعيب العراسي، محمود بن تشيك، زكريا اللبيب، عبد الصمد البدوي، عبد الإله مذكور، ومحمد النهيري. وسط الميدان حمزة مجاهد، روجي أوهولو، عبد الحي عفوا فرسي، محمد مكعازي، وليد الصبار، عبد الرؤوف بن غيش. أما بالنسبة للهجوم يسري بوزوق، محمد بولكسود، زكريا الهبطي، زكريا حدراف، سفيان بن جديدة، أكسيل ماي، وحمزة خابة. محمد زريدة غائب للإصابة، مروان فخر، وحسين الرحيمي، ويوسف الرياني، وعبد الله أزرور، وهيشم البهجة. البعض غير مؤهل وبعض اختيارهم التقنية. أما الغيني أحمد كامارا فلن يتمكن من السفر بسبب مشكل إداري على مستوى جواز السفر. وللتذكير عن تاريخ فريق الرجاء العالمي، 5 أحياء بدرب سلطان تمت بها اجتماعات سرية وعلنية قبل تأسيس نادي الرجاء الرياضي العالمي: درب البلدية مقهى الوطن، درب مارشيني لدرب ودرب اليهودي، درب كلوطي ودرب الشرفة والطلبة، درب القريعة غريغ وان. مقر الجمعية الأول غير الرسمي كان بدرب الصبليون مقهى بوعزة العشفوبي. ومقر الجمعية الأول بسوق الجمعية بزنقة الغرب. ومقر الجمعية الثاني درب غريغ وان الزنقة 5 الرقم 122. ومقر الجمعية الثالث ببوشنشوف الزنقة 43 الرقم 11، وهذا غير ما نقول للفائدة. وهنا خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا السالو، إلى عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق أو لايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الانستغرام والصفحة الرسمية الخاصة بالقناة، ولا عندك شي تساؤل ولا أي استفسار وباش تعرف شي جديد على فريق الرجاء العالمي، ما عليك إلا تدوز عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك ومرحبا بكل رجاوي ورجاوية، وهادو بثلاثة غادي تلقاهم لتحت في الديسكريبشن. دمتم في رعاية الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء. الرجاء جمهورها راسنا لها. الرجاء جمهورها راس مالها.